أن نفسد عليهم عقيدتهم بأن الله ليس بواحد أحد. نشرب الخمر ثم نغير على هذه القبيلة. سيدي عبد المطلب، لقد ولدت آمنة طفلا وجهه كالبدر. ماذا سنسميه؟ سأسميه محمدا. وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة وأول وحي من القرآن لتبدأ رحلة تغيير التاريخ البشري. يقولون إن محمداً ابن عبد الله يدعي النبوة. سنصب العذاب عليهم صباً. لن تكتمل هذه الدعوة مهما كانت النتائج. ألا إن نصر الله قريب. أخشى على اليهود من هذا الدين الجديد. علينا أن نظهر له الود ونقن له الكفر. قد اجتمعنا على هذه الوثيقة، فلا بيع ولا شراء حتى يسلموننا محمدا لنقتله.